محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم مولد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونبارك للرسول وأهل بيته الطيبين الطاهرين، كما نبارك لمراجعنا العظام، ونبارك لولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد علي الخامنائي دام ظله. اللهم صل وسلم وزد وبارك، اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية، القائم بالحق والداعي إلى الصدق، المطلق كلمة الله وأمان الله وحجة الله، الغالب بأمر الله والذاب عن حرم الله، إمام السر والعلن، دافع الكرب والمحن، صاحب الجود والمنن، الإمام بالحق أبي القاسم محمد ابن الحسن صاحب الزمان وخليفة الرحمن وخليفة الرحمن وإمام الإنس والجان صلوات الله وسلامه عليه. ولد الإمام صاحب العصر والزمان في 15 من شهر شعبان سنة 255 هجرية، وبدأت الغيبة الصغرى في سنة 260 هجرية، وبذلك تنتهي الغيبة الصغرى لتبدأ الغيبة الكبرى عام 329 إلى يومنا هذا، وما زالت مستمرة انتظار الفرج. إن تكليف المؤمن في زمن الغيبة يختصر بعبارة واحدة تعبر عن الحالة التي يعيشها، وتكليفه المطلوب من زمن الغيبة هذه العبارة انتظار الفرج. فمع اقتراب يوم الغيبة الكبرى للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ورد أنه عجل الله تعالى فرجه الشريف حدد التكليف: عليك بالصبر وانتظار الفرج، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. فما معنى الانتظار وما هو المقصود منه؟ وكما يقول العلماء يقسمون الانتظار إلى انتظاران: انتظار سلبي وانتظار إيجابي. الانتظار السلبي في النظرة الساذجة قد يتصور الإنسان أن المقصود من الانتظار هو المكوث دون حراك أو عمل للتغيير، كالغريق الذي ينتظر فريق الإنقاذ ويعيش أمل مجيئه قبل الغرق لكنه لا يقاوم من أجل النجاة. أما الانتظار الإيجابي ومقابل ذلك، كان الفهم الإيجابي للانتظار كانتظار المقاتلين
في ساحة المعركة لدعم جيش كبير لهم، فهم يقاتلون وقد يحققون انتصارات في بعض المواقع، وهم في قتالهم للأعداء يعيشون أمل مجيء جيش المقاتلين الكبير الذي سيحقق النصر الكاسح على الأعداء، وهم بقتالهم يعتقدون أنهم يمهدون الساحة لمجيء الجيش المنتظر، بل يعتقدون أن قتالهم له الدور في استقدام ذلك الجيش، وهم حينما يشعرون ببعض البشائر المقربة لمجيء الجيش يدفعهم ذلك إلى الإصرار على استمرار القتال. أما الآن فنقف في المحطة الأولى من حفلنا هذا، شرف المهد حفلنا والشرف منا ربي، ومن هالشرف حزنا شرف من سنة الفكر البديع، أعني سيد كامل الغر ضيف مهدينا المنيع، باحث إسلامي ومربي وبالعلم شان رفيع، رائع بفكره مبسط الكلمة بشرحها ومنه يفيد الجميع، لامع بطرح السياسي وبالسياسة رحبه وسيع، الهاشم اسم اللقب من آل صفوة السميع، خلي يجي شرف حفلنا بالصلاة على الشفيع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم ذكرى ولادة منقذ البشرية الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله له الفرج. في الحديث عن جابر الجعفي عن جابر الأنصاري أنه سئل النبي صلى الله عليه وآله: هل ينتفع الشيعة بالقائم عليه السلام في غيبته؟ فقال صلى الله عليه وآله: إي والذي بعثني بالنبوة، إنهم لينتفعون به ويستضيئون بنور ولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن جللها، يعني غطاها السحاب. في الحديث الآخر عن الأعمش عن الصادق عليه السلام قال: لم تخلو الأرض منذ خلق الله آدم من حجة لله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور، ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة لله فيها، ولولا ذلك لم يعبد الله. قال سليمان: فقلت للصادق عليه السلام: فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟ قال: كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب. قضية الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام قضية أريد من خلالها أن تقحم وتدخل البشرية في الطور الثالث من أطوار تكاملها ونموها وتقربها إلى الله سبحانه وتعالى. الطور الأول الذي عاشته البشرية كما يعيشه الإنسان، أي إنسان، هو طور الحس، وتجلى هذا الطور بشكل خاص وواضح في الطور الأول للرسالات والأديان الإلهية، الطور الموسوي. ولذلك نشوف المعاجز التي جاءت بني إسرائيل
معاجز ذات طابع حسي مشهود، يعني مو مختص بجماعة معينة أو بثلة معينة من الناس أنها ترى المعجزة وتفهمها، أنها ترى المعجزة وتفهمها، لا مو جماعة معينة، وإنما الكل، الكل يشوف انشقاق البحر، الكل يشوف تحول العصا إلى حية، الكل يشوف إرسال الضفادع والقمل والجراد عليهم، وهكذا بقية الآيات الأخرى التي كانت في زمن بني إسرائيل. كما الإنسان الصغير تريد تربيه ما تعلم على أشياء ما يدركها ولا يشوفها ولا يشعر بها، يعني تريد الدربة على الصلاة، ابنك الصغير قل له يا ولدي إذا سويت الصلاة، قمت بالصلاة أو فعلت الشيء الطيب الجيد أعطيك حلاوة، أشتر لك سيكل، أعطيك هدية، وإذا سويت الشيء السيء في عقوبة، هي الإعراض عنك، هي منعك من الموبايل مثلا هالأيام هذه، امنع من كل شيء بس لا تمنع من الموبايل. فهذا تربيه، لأن التربية هني تحتاج إلى بعد حسي لأنه ما يفهم غير هذه الأمور. يعني ما تروح تقول له ترى أنت تصبح إنسان مالك قيمة في المجتمع، الطفل وش فهمه؟ ما صار لي قيمة في المجتمع، لا أسأل ليش أصل الطفل ما يفهم هالمسألة هذه، ما تعني إليه القيمة الاجتماعية شيء. بعد ذلك يكبر كما كبرت البشرية في عهد عيسى عليه السلام، أصبحت المعاجز وتوجهات الرسالة ترتبط بالجنبة المعنوية، جنبة غير محسوسة بالحس بالمادة بالعين باللمس، ولكنها محسوسة بالمشاعر. ولذلك نشوف المسيحية إلى حد يومنا هذا ذات طابع معنوي عاطفي مثل ما نقول. ولكن في عهدي الرسالة الإسلامية ارتقى الإنسان إلى جنب أعلى، ولذلك بدأت الرسالة الإسلامية تربي الإنسان مو فقط على اللامحسوس بل حتى اللامعقول، وأنها أرادت أن تشير إلى الإنسان أنك يا ابن آدم لك طور أعلى من طور الحس ومن طور العقل، أنت قاعد تفعل كل أفعالك بطور الحس النفس، أو اتطورت أكثر وصرت من العلماء ومن المثقفين ومن الكتاب ومن أصحاب الرأي، فصرت تفعل أفعالك بالعقل. مثل لما تتعارك يا إنسان، لما تكون في الرتبة الحسية مباشرة تتعارك يا إنسان، يعلو الصراخ، تتحرك الأيدي، كل واحد يتخذ موقف دفاع ثم موقف هجوم، ويؤدي الأمر إلى قتال وإلى شجار وإلى فقد أرواح. المجتمع لما يتطور ويصير بينه خلاف كما هو في المجتمعات المتطورة الآن، تنشوفون الخلافات اللي موجودة في أوروبا وبين الناس الأوروبيين، أكثر احتدام وأكثر خلاف من الخلافات اللي بين المسلمين. في أوروبا يعيش العلماني والملحد والمؤمن تمام الإيمان، وحتى المسلم يشعر بأن وضعه هنا أفضل. ليش؟ لأن هناك الاختلاف رايح لمرحلة أعلى، طور أعلى، صار اختلاف بيننا، إذا نختلف بعقلنا، أنت وش حجتك وأنا وش حجتي، تفضل اطرح حجتك على المنبر وفي التلفزيون وفي الإعلام وأنا أطرح حجتي، والناس هي اللي تقرر من هو الأصح واللي تريد تنتخبه، كما قاعدين في دعاية انتخابية. لكن في المجتمعات المتسافلة
والمجتمعات اللي ما زالت في طور الحيوانات اللي بحمد الله نعيش في أكناف هالمجتمعات هذه، يوم نختلف معها وش يصير؟ مباشرة تستجلب القوات وتروح البرقيات ويستنفر كل فرد كل قدراته لهدم مساجد الآخر، لحرق قرآنه، لقتله، لسجنه. ما يعرف هذا غير هذا المستوى. ليش؟ لأنه حيوان، هو في أفق الحيوانية. الحيوان ما يدافع عن نفسه بالعقل والمنطق، العقل والمنطق من خصائص الإنسان. الحيوان يدافع عن نفسه مخلبه وبنابه، صح؟ فلذلك المجتمع لما يصير بهالمستوى ما يحتاج يعني باحثين اجتماعيين يجون يقررون ان هذا المجتمع في اي مستوى، ولا يحتاج الى قرار من مجلس الامن، ولا يحتاج الى شيء. لا، هذا مجتمع حيواني. هذه آداب الغابة، مو آداب الإنسان. الإنسان لما يختلف فيه الإنسان، الدين العقل يقول لي شنو حجتك؟ قل هاتوا برهانكم. هذا هو الدين، هذا هو العقل. طيب، فلما ينتقل الإنسان من طور الحس والنفس إلى طور العقل، بعد في طور أعلى وهو طور الروح اللي فوق العقل، في أشياء قد العقل ما يستطيع أن يفهمها ويدركها. هنا جاء طور الإسلام الذي بدأ بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، المبعوث بالرسالة وخاتم الأنبياء، ويستكمل هذا الأمر بالقائم الحجة بن الحسن عجل الله له الفرج. إن الطور الذي يدخل فيه الناس أو يدخل فيه الناس هو طور الروح، طور أنه كيف نسوي الأمور لا بالنفس ولا بالعقل، وإنما بطور أو بقوة من النوع الثالث تسمى قوة الروح. أمثل لك مثال بسيط يفهمك الفرق بين هذا وذاك، بين قوة النفس، بين قوة العقل، بين قوة الروح. الآن أنت لما تريد تحضر من بيتك إلى هذه الحسينية أو هذا المحل المبارك، إذا كان بيتك مثلا يبعد كذا مسافة كذا 10 دقائق، فطبيعي تحتاج إلى أن تحرك رجليك، إلى أن تفتح باب بيتك، إلى أن تفتح أيضا باب المأتم، إلى أن تأتي من الطريق الذي يوصل بين بيتك وبين المأتم. يعني لو أردت أن تحضر إلى المأتم ولكن باب بيتك مغلق، تقدر؟ لابد تدور لك منفذ آخر وتطلع من النافذة مثلا. جيت المأتم وأردت الدخول والأبواب مغلقة أيضا، بعد ما راح تقدر تدخل؟ لأن هي طبيعة النفس والجسد، أنها مادية تنتقل من خلال أوضاع معينة إلى أن تصل إلى الشيء اللي تريده. ودائما أنت لما تريد تصل إلى شيء بالمادة لابد تستخدم المادة، تريد توصل صوتك إلى الناس لابد تستخدم وسيلة مادية عشان توصل هذا الصوت. لكن لما تجي تريد تستخدم عقلك، تريد تنشر فكرة، تريد تخلي إنسان يؤمن بفكرتك، يعني مو تقول صوتي أرفع، لا، هني حجتك ويش؟ شنو دليلك؟ شنو برهانك اللي يقدر يقنع الآخر؟ فإذا قمت رفع صوتك واستخدمت قلت لك قواتك العسكرية، ما يحتاج يقول لي أنت شنو، أقول لك أنت حيوان مو إنسان، ما يحتاج، لأن أنا أفهم الإنسان اللي الله سبحانه وتعالى كرمه وأعطاه العقل وأعطاه اللسان وأعطاه العينين والأذنين عشان يفكر ويستنتج ويعبر عما في قلبه ومكنونه وعقله ويقنع الآخرين بأفكاره. فيرتقي الإنسان من رتبة الحيوان إلى رتبة العقل. طيب، العقل لما يفعل الأشياء يفعلها بشكل أسرع من النفس،
يعني انتقالك من بيتك إلى هذه الحسينية وهذا المأتم احتاج 10 دقائق، لكن انتقالك بعقلك ما يحتاج شيء. الحين لو قلت لأي واحد منكم روح لبيتك، ارجع إلى بيتك، تصور مطبخ مالكم، حجرة ما أدري، الجلوس، القاعة، مباشرة يقول لي بس أنت من قلت كذا سيدي راح بيتنا. أصلا يمكن أنا جيتك بجسمي وقلبي بعد هناك، مو كذي؟ فالعقل قدرته على الانتقال قدرة أكبر. طيب ما بالك بقدرة الروح بالنسبة إلى قدرة العقل؟ الله سبحانه وتعالى شنو يعبر عن قدرة الروح؟ يقول يعرج إليه الملائكة والروح في يوم كان مقداره كم؟ 50,000 سنة. يعني اللي تسويه البشرية كلها 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 بكل أفرادها، ما أدري كم، ولا أكيد ولا أنت تدري حتى كم من مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى من البشر منذ آدم إلى آخر مخلوق على الأرض، كم ما ندري ولا نقدر نعدهم ونحصيهم. هذا فعل البشر هؤلاء كلهم خلال 50,000 سنة تفعله الروح في يوم واحد. يعرج إليه الملائكة والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فإذا قدرات الروح قدرات غير محدودة. طور الإمام المهدي عليه السلام هو من هذا النوع، يعني راح تكون الأفاعيل والأفعال التي تكون في زمانه والتي الآن بدأت ملامحها تلوح وتبين. يعني أشياء قاعدين نشوفها على التلفاز وقاعدين نسمع عنها ونعيشها ونؤمن بها، اللي لحد الآن محير العالم، معركة القصير اللي بنوها خلال سنوات من حيث الأنفاق، من حيث الأسلحة، من حيث التكتيكات، وإذا كل القضية يقول لك خلال ساعة واحدة من بعد نصف ساعة من صلاة الفجر ما طلعت الشمس إلا كل شيء خلص. ما تنحسب هذه بالرياضيات، ما تنحسب ولا بالاستراتيجيات العسكرية إن شاء الله لو دارس في أي جامعة. ليش؟ لأن الروح لما تفعل الفعل تفعله بشكل حتى العقل ما يستطيع يستوعبه، ولا العقل يستوعب؟ أنت بالله عليك الآن خل أي إنسان يفكر بعقل، قول لي رايحين لاحتفال لإمام استلم الإمامة كم عمره؟ 5 سنوات. ها أقول لك عادي يا رجال، احترم عقلك. اليوم يصير 70 سنة ويصير رئيس علماء المسلمين هو خروف ما يفتهم كيف الصح من الخطأ، وانتون قاعدين تقولون عندكم إمام عمر 5 سنوات. أكو 70 سنة عمره ما عارف وين أحط رجوله، يطلع فتاوى بقتل المسلمين، 70 سنة دارس في الأزهر وغيره، ويطلع كالحمار يحمل أسفاره، ويطلع كمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، صح ولا لا؟ صح. هذا لين المثلين لما أضربهم، لأن الله سبحانه وتعالى ضربهم للعالم الخائن لعلمه. أسوأ مثالين ضربهم الله عز وجل في كتابه للعالم اللي ما يحمل علمه ومقتضيات علمه، فمثله كمثل الكلب، منه بلعم بن باعورة، واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وأخلد إلى الأرض، واتبع هواه وأخلد إلى الأرض، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا مثل العالم. وأولئك مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاره. لا تقول أنا عنيف في ألفاظي، إذا عندك اعتراض على رب العالمين، إلى أن يقول لك هذا الموصب، هذا المنصب، هذا الموقع خطير، بس تعال صير زعيم المسلمين وتصير الفتاوى بإيدك تلعب بها. هذا بعد إحنا ما تحكينا عن
واحد ما يعرف المبتلأ من الخبر وما يعرف أحكام إنه وأخواته مثل النماذج اللي عندنا في البلد اللي يصعدون المنابر وكسر في اللغة العربية غير الدين وهو أفشل الفاشلين. احنا تكلمنا عن رئيس علماء المسلمين اليوم يسمونه. فأنت لما تجي في المقابل تقول احنا نحتفل بولادة الحجة بن الحسن 5 سنوات تولى الإمامة وغاب بعد هالخمس سنوات و1400 سنة اليوم 1450 ماذا 1440 سنة يعيش أو 1200 وكذا سنة يعيش فكله ويش كل حكي فاضي يقول لك وش تكلمون انتون قاعدين الناس اليوم منطق وعقل وبرهان وصواريخ وما ادري شنو وانتم قاعدين تتكلمون في اشياء العقل شنو ما يقبلها ابدا ابدا. هذا المنطق اللي هو صار اليوم الصنم اللي يعبد من دون الله. هذا العقل اللي يسمونه ها اللي يخلي الانسان ما يؤمن بالقضيه اللي انت تتعلمها وانت طفل صغير 5 سنوات اللي خلاك تصدق بها وتجي إلى هني شنو إيمانك إيمانك يؤمنون بالغيب كيف يصير ما أدري يا ربي. وهذا هو المطلوب في قضية الإمام المهدي عليه السلام. يعني مثل ما الإمام يوم من الأيام لما يجي واحد يسأله يقول له يا ابن رسول الله عرف لي البركة قل لي البركة ويش هذه وإحنا نقول إنسان مبارك بركة في رزقنا وش يعني البركة هذه. الإمام جاب لي مثال حسي أراد يقول لي ترى البركة بعد شنو البركة من الله سبحانه وتعالى. إذا الله يخلي البركة في رزقك مو المسألة راح تكون بأنك قاعد من الصبح وطالع السوق وجايب آخر موديل بضاعة وأنك ماخذ أرباح بنسبة 50 أو 100%. لا 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 المسألة إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فيقول لي شنو البركة يا ابن رسول الله. الإمام جاب لي مثال لطيف جميل يعيش الإنسان. قال لي كم تلد الشاة في العام الخروف على قولتنا الغنم كم تجيب لها. قال 1-2 بالأقصى يعني بالأقصى إذا جابت الغنم تجيب لها 2 عادة 1 بالأقصى 2. قال لي زين الكلبة أو الكلب كم تلد في العام؟ قال 6-8 جراء. هذا واحد مو نسبة المواليد عند الكلاب أكثر من نسبة المواليد عند الشياب. زين ما الذي تأكله الناس أكثر الشيات لو الكلاب؟ حتى في الصين يعني يأكلون الكلاب وغيره بس بعد مع ذلك شنو الخرفان أكثر يأكلونها. فقال لي أكيد الناس تأكل الشيات. الإمام يقول لي يسأله يقول لي هل رأيت قطيع كلاب قط؟ شايف لك قطيع كلاب أنت؟ المعادلة الرياضية تقول هذه مواليده أكثر مو؟ والناس تأكل أقل بعد وش النتيجة الرياضية؟ جيب إنشتاين جيب مدري فلان قول له قول له قول ما يبقى لها شيء. مدخلات أكثر ومخرجات أقل فمفروض الحساب يصير عند صاحب المخرجات المدخلات الأكثر والمخرجات الأقل يكون حسابه أكبر غير. فالإمام يقول له هل رأيت قطيع كلاب قط؟ أنا شخصيا ما شايف قطيع كلاب إلا في وين أفلام الكارتون مثلا صحيح؟ لكن قطيع غنم قطيع غنم ما في بلد من البلدان اللي تشوف فيها قطيع غنم. هذه هي البركة. فالبركة منطق شنو؟ مو منطق رياضي ولا منطق مادي منطق إلهي. قضية الإمام المهدي عليه السلام أيضا من هذا النوع من هذا القبيل في كلها في أصلها وفي منتهاها. يعني ما تستطيع أن تستوعب قضية الإمام المهدي إذا بتحسبها بالاستراتيجيات وحسب نظريات المعهد الفلاني والمركز الفلاني وهذا طبعا يعطينا شيء ينبغي لنا أيها المؤمنون أن نلتفت إليه.
اليوم ما زلنا في كثير من الأحيان نحرم 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 من النصر، لأن احنا ما زلنا نفكر بالطريقة القديمة. احنا المؤمنين ما زلنا نفكر بأن الغلبة راح تكون لما القوى الإقليمية راح تكون وياك. لا، الغلبة لما راح يكون عندك أسلحة متطورة. لا، بالمناسبة أنا كنت ألقي هذه المحاضرة تقريبا نفس المضمون في رأس رمان قبل كم ليلة، قلت الأسئلة اللي احنا نطرحها كثيرا حول أنه كيف سينتصر. يعني بالله عليكم اليوم تون تعرفون أن السلاح النووي الموجود عند أي دولة تمتلك سلاح نووي، بدءا من إسرائيل وانتهاءا بأمريكا مرورا بالصين، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيران، باكستان، الهند، هذه كلها تملك سلاح نووي. كل دولة من الدول السلاح النووي الموجود عندها يكفي لتدمير الكرة الأرضية 50 مرة. 50 مرة كلها كلها. طيب الإمام إذا خرج عليه السلام يعني دين كلهم بصيرون أوادم؟ طب صاروا أوادم الإيرانيين، الصينيين شلون؟ الصينيين هم إن شاء الله صاروا أوادم، الروس هم صاروا أوادم، الإسرائيليين شو سويهم أوادم؟ ها؟ اللي بيشوف سلطته راح تروح ضربة على الزر النووي انتهت المسألة، العالم كله الإمام وش يسوي؟ فكنت أقول للأخوة في شيء جدا بسيط. الآن بالله عليك أنت لو عندك السلاح النووي كله وتحت إيدك بس نايم نايم، وأنا عندي عصا بس قاعد، تشتري سلاح، تشتري عصاي لو تشتري سلاحك النووي؟ أنا قاعد أتحرك والعصا بإيدي وأنت السلاح النووي كله تحت إيدك ولكن شنو؟ نايم. أبسط سلطان عند صاحب الولاية العظمى، السلطان الأكبر الحجة بن الحسن، أبسط سلطان هو سلطان النوم، أن يلقيه على من يشاء. طبعاً أنا خلصت المحاضرة، كان إياي أخونا دكتور عادل الله يحفظه، دكتور عادل، عادل عبد الله دكتور مهندس، فرحت خلص المحاضرة نزلت له نايم، دكتور اقعد اقعد، فقلت لهم الحين منه أحسن دكتور ونايم لو مو دكتور وقاعد؟ ها؟ فأبسط شيء يخليك لا تفكر في الأمور ولا تهتم أيها المؤمن أن عنده من الولاية ومن السلطة اللي ما في داعي تحملون هموم وهم. الشيء اللي نحتاجه هو أن نصل إلى رتبة التسليم بأن الله على كل شيء قدير، كما الآيات كثير تعبر إلينا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وإن الله على كل شيء عليم. غرض كل هالأمور أن تصل أيها الإنسان إلى هذه الرتبة والثقة بربك بأنه قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. التسليم المطلق هو المطلوب في تعاملك وتعاطيك مع قضية الإمام المهدي. وتقول لي زين كيف أعرف أن أنا صرت مسلم؟ التسليم وش علامته؟ التسليم شنو علامته؟ علامته كلش سهلة وبسيطة. شوفه في ولدك، هذا ولد مطيع لو غير مطيع، مسلم لو غير مسلم. إذا قلت له يا ولدي قوم روح جيب لي قلاص ماي، قال لك شنو؟ سمعا وطاعة يا أبي. لكن إذا قال لك يا أبوي الحين تبغى له بعد 5 دقائق أنا أجيبه، لو أقول له أختي وأخوي يجيبه أصلا حق وش تشرب ماي أنت؟ وش رأيك أجيب لك شربة؟ لما تنزهق أنت تقول له فكني يا رجال بس ما أبغى شربة الماي هذه، مو كذي؟ التسليم معناه قطع السؤال،
يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يا أبتي شنو يا أبتي؟ هذا على ذبح، إحنا على قلاص ماي نمرر آبائنا وأمهاتنا. يا أبتي افعل ما تؤمر. بعدين شنو يقول رب العالمين؟ يقول فلما أسلما، اثنينهم الذابح والمذبوح، هنا التسليم. لذلك قضية الإمام المهدي عليه السلام، شوف رواية أئمتنا أنه ترى ما راح تشوفونه ولا راح تعيشون وياه وتمشون وتروحون وياه إلا إذا وصلتون أنفسكم إلى هذه الرتبة. هذه الرتبة مو هو يوصلكم إليها، أنتون وصلتم أنفسكم إليها. إذا وصلتون إلى هذه الرتبة، الله يرحم الشيخ بهجت كان يقول لا تعب روحك إذا تبى تشوف الإمام المهدي ورايح 40 يوم ما أدري مسجد السهلة ورايح مسوي الصلوات الفلانية. يقول صير خش آدمي بيجيك هو البيت، صير خش آدمي هو عليه السلام بيجيك البيت عندك. لا تتعب نفسك بصلوات وأعمال واجد. الإمام يريد ناس إيمانها إيمان صلب، إيمان مو قائم على أنها إذا انتصرت آمنت بالله، انهزمت كفرت بالله. لذلك الإمام الصادق عليه السلام في الرواية عن عبد الله بن الفضل الهاشمي يقول قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. كل إنسان مبطل راح يطلع بطلانه، راح يطلع الخبث اللي فيه. ما في مسألة شيعي سنة ما قال حكي هذا، ترى هذا شيلوها من بالكم. الإمام مو إلينا وإلى فلان وفلان، الإمام لكل الناس. ولذلك ترى يمكن يسبق مسيحي، يمكن يسبق، لا تقول بعد أنا عربي ودلك فورس، لا ما في الحكي هذا. أصلا في الروايات إن في أصحابه 313 العرب فيهم مثل الشعر البيضاء في الثور الأسود، أقل ناس حظا العرب. وكو قاعدين يشوفون العرب قدامكم. فقلت له ولما جعلت فداك؟ قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت فما وجه الحكمة في غيبته؟ يرد الراوي يسأل إذن ليش غايب هو؟ فقال عليه السلام وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره. شلون؟ كما لا لم ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. بعد ما افترق وقال لي ترى الأمور هذه اللي سويتها وفعلتها ما فعلتها شنو عن أمري، هذا عن أمر الله عز وجل، بس أريد منها أنك أنت يا موسى تتربى، تتعلم كيف تصبر على الأشياء اللي ما تدري وش وجهها. مو بس نصبر على الأشياء اللي نعرف وين رايحين فيها، لا، الصبر والتسليم لابد يكون في الشيء اللي ما أعرف الله ليش قال لي، ما أدري ليش أنا صلاة الصبح مفروض خب أوكي ركعتين صحيح لأن الوقت عادة إنسان يبغى يواصل النومة، بس يعني صلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات، الشمس حارة وكذا، يا ربي شان خليت المغرب 4 ركعات أنسب، الجو بارد، ما في هالحكي هذا. وذاك رب العالمين في القضايا العبادية ما يقول للناس ليش، ولا تحاولون أيها الناس تفكرون بعقولكم، أمر تعبدي يسمونه. فالإمام أيضا يقول يا ابن الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وعيب من عيب الله وغيب عفوا من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف لنا. كل أفعاله حتى لو ما أدري ليش أصلا ولا أسأل. تعرف السؤال هذا نزل الملائكة لما قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها؟ أنت اليوم ببركة القرآن تقول شنو؟ تقول لا يسأل عما
من هو؟ لا يسأل عما يفعل رب العالمين، ما من حق أحد يسأله. لذلك الملائكة من سألوا هالسؤال طلع إبليس من وسطهم، وصار إبليس كل وجوده وجود اعتراض، ليش وليش 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 وكيف وكذا ومتى يصير هذا، وما وصل لنتيجة أبدا. شوف السؤال لما لله عز وجل، ما أقول لك لا تسألني، أنا إنسان بشر أخطأ، أجهل أشياء كثيرة، لكن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل لأنه حكيم، والحكيم لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة. فلذلك إذا شفت أمور جدتك في حياتك وما فهمتها لا تنطق والعياذ بالله بكلمة الكفر، ترى هاي تصير بعض الأحيان كلمة كفر اعتراض على الله عز وجل. بعض الشباب شفتهم فقدوا إيمانهم، سمعتهم بإذني رحت لهم لبيوتهم بعد ضربة الدوار، كان يقول وين رب العالمين؟ رب العالمين يعني يكون موجود يوم اللي تنتصر؟ أقول حسين قتل، والحسين أشرف مني ومنك، ومو بس قتل بعد قتل أي قتلة. لا يصير مدار إيماننا ضعيف، هذا الإيمان الهش هذا ما يصلح أن تكون من جنود المهدي، أن تكون تابعا إليه، أن تكون مطيعا إليه. يحتاج إلى إيمان لو شفت العالم كله في طريق وانت معتقد بأن هذا طريقك صح، وانت بروحك في الطريق تقول أنا أبقى على هالطريق، هذا الإيمان اللي يحتاج الحجة عليه السلام. لذلك في الدعاء الذي أئمة أهل البيت عليهم السلام علمونا إياه في زمن الغيبة والفتن، الرواة يقول لهم الإمام ما راح تدركون ذاك الزمان، ما عليه، عطنا شيء يستفيدون منا اللي بيجون بعد ألف وكذا سنة، بتجيهم مصائب وبتجيهم مشاكل، فتن آخر الزمان. الرواية تقول تدع من يشق الشعر شعرتين حيرانا، حقهم يعني بعض الناس والله المصائب اللي شفناها مو قليلة أبدا، مو قليلة، ناس محترمين مقدرين دكاترة، أنا شخصيا رحت لهم بيوتهم زوجاتهم اتصلوا قالوا الرجال يخاف يطلع يشتري خبز لأنه شاف حيوانات. أي حيوانات؟ والله الحيوانات ما تفعل الذي فعلوه هؤلاء البشر، يسمون نفسهم بشر وسمون نفسهم ديمقراطيات وسمون نفسهم، من حقهم يعني بعض الناس إنسان يعذرهم لما يشوفون هالحيوانية هذه اللي تستثار اليوم، كل يوم نشاهد منظر وكل يوم نسمع خبر في كل محل في العالم، هالسفياني هذا الرديء الخسيس الوسخ اللي منطلق في كل أنحاء العالم، يهدم مساجد المؤمنين، يقتل المؤمنين، يحاربهم، هذه الدعوة الوهابية، خوارج العصر، هؤلاء هم، هذه الحركة اللي ما صارت في حياة البشرية أبدا، القتل على التهمة والظنة ويقتل لك حتى الأطفال بلا أي ذنب. لما يسأل الرواة الإمام إن إحنا لما ندرك ذلك الزمان ندعو بأي دعاء، الإمام يقول له هذا الدعاء، دعاء الغريق، اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك فإنك لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. وهذا اللي يخلي الإنسان اشتياقا لمولاه صاحب العصر والزمان أشد من اشتياقه إلى آبائه وأمهاته وإخوانه ومعشوقته وحبيبته وسيارته ومدري شنو، لأنك إذا حجة الزمان ما عرفت ضللت عن دينك. وشنو قيمة الإنسان إذا متدين ولكن ضال كما كثير من الناس؟ هذا دين؟ هذا دين اللي يقدم اليوم إلى البشرية؟ هذا دين الرحمة؟ هذا دين الإسلام؟ دين القتل والتفسير والتكفير؟ الإنسان إذا ما عنده علاقة بحجته، بحجة الله على الأرض، الدين ما إلى أي قيمة، لأني إنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. طيب شلون أعرف حجته؟
أعرف حجته يحتاج إلى تسليم. حجته اليوم أنا ما أسلم إليه في الأمر الفلاني أخر علي النصر الله عز وجل ما يصير. الله عز وجل إذا إحنا نؤمن به ونتابعه مفروض يعطينا النصر. إحنا كنا متوقعين النصر في الذكرى السنوية للثورة مفروض نفس الشيء. أنت متوقع رب العالمين قاعد على توقعاتك يعني وعلى رغباتك. لذلك الإمام يقول بعد ذلك في نهاية الدعاء، هذا الدعاء نفسه هذا أوله، اللهم عرف في نفسك. في آخره الإمام يقول وثبت اللهم فثبتني على دينك واستعملني بطاعتك ولين قلبي لولي أمرك وعافني مما امتحنت به خلقك وثبتني على طاعة ولي أمرك الذي سترته عن خلقك فبإذنك غاب عن بريتك وأمرك ينتظر وأنت العالم غير معلم بالوقت الذي فيه صلاح أمر وليك في الإذن له بإظهار أمره وكشف ستره فصبرني على ذلك. شوف صبرني على ذلك حتى شنو؟ حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. إذا يا ربي أنت حاب أنه ما يطلع إلا بعد مليون سنة أنا أحب ما تحب، ما عندي محبة غير ما تحبه أنت يا ربي. هذا معنى المحبة الحقيقية، أن ما إلك محبة غير ما يحبه حبيبك وأنت تقول أن الله حبيبك. فإذا فليكن ما يريده الله عز وجل أن يفعله. لا أمر لي مع أمرك، ماض في حكمك، عدل في قضائك. وهكذا هكذا يخاطب عباد الله ربهم. حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت ولا أكشف عما سترته ولا أبحث عما كتمته. بعد ما ليش هالوجع الرأس هذه؟ وهذا السفيان اللي طلع وبيطلع متى في رجب وبعدين بصير كذي وكتاب طالع. روحوا يا جماعة كلكم اشتروه في 2009 بيطلع، اشتروا الكتاب وناس أنا شخصيا بعد اتصلوا بي حتى من برا في 2008 طلع الكتاب. إذا عندكم نسخ من البحرين جيبوا لنا، بعض دول الخليج اتصلوا. قلت لهم انتظروا سنة واحدة 2009 إذا طلع المهدي عليه السلام بعد ما لكم حاجة بالكتاب، وإذا ما طلع الكتاب ما لكم حاجة ببعد لأنه بيصير كذاب. فحقوش تخسرون أنفسكم فلوس. حتى الشيخ ميثم السلمان كان إياي في الدراز في مناسبة محاضرة بمناسبة مولد الحجة عجل الله له الفرج، الشيخ ميثم السلمان صاحب مكتبة مداد، فأقول له شيخنا يبدو الكتاب طاح في كبدكم له، ما حد اشترى. خلص السنة 2009 خلصت، وصلنا 2013 وما طلع. وذاك شوفوا عندنا في الروايات، عندنا رواية عن أئمة أهل البيت ما من أحد وقتت لخروجه إلا وكذبه الله. يعني لو أي واحد من هنا الحين واحد يقول أنا يلا لا والله سيدنا أنا بقوم وعندي خبر من السنة الجاية بيطلع، أقول له قوم. عقب كان فمك خير قوم، بتشوف رب العالمين بيكذبك. عندنا في الرواية هكذا إن هذا أمر أمري أنا مو أمركم، مو أمركم أيها البشر، أمر الله كما يعبر الإمام الصادق. وأمر الله إضافته إلى من؟ إلى الله عز وجل. شوف أمر الله، الله مو يقول لي ولا يقول لك أنت لا تتدخل فيه، يقول للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله اللي ما أقسم بأحد بعمر أحد في القرآن إلا بالنبي. ما عدنا الله عز وجل من حقه أن يقسم بخلقه، وليس من حق خلقه أن يقسموا إلا به. وكذي والفجر وما الليالي العاشر والعصر كذا، هذا من حق رب العالمين، هو يفعل ما يشاء كيف يشاء. القرآن عندنا مورد وحيد أقسم بعمر النبي، لعمرك، لعمرك يعني بعمرك يا رسول الله، عمر شريف يسوى طخة هالأعمار هذه كلها مال السفهاء اللي ضيعوها في 40 سنة في وزارة مدمورة وفي 60 سنة في ملك وستين كذا. الله يقول لي عمرك شريف يا رسول الله. لكن لما يجي رسول الله هذا فلان اغفر إليه يا ربي، هذا كذي ما يقول له يا رسول الله ليس لك من الأمر شيء، هذا شغلي أنا يا عبادي. يعني بتعبيرنا الحديث يا رسول الله إلزم حدودك، أنت رسول الله على العين والرأس، لكن شنو؟ لكن كل واحد إليه حد، إلا الله عز وجل لا حد له.
لأنه هو الخالق وهو الصانع وهو الرب. فلذلك ما تجي نسأل الله عز وجل ونقدر ونحقق ونقول هذا الأمر أمرنا إحنا، هذا الأمر أمر الله عز وجل، وليس لنا كعباد إلا التسليم. ولا أبحث عما كتمته، ولا أنازعك في تدبيرك، ولا أقول لما وكيف. يعني الأسئلة كلها سويتشها، قفلها، قفل سويتش الأسئلة، سوى أوف أمام رب العالمين، طف الليتات ومش، لأن القائد رب العالمين. لما يكون القائد رب العالمين ما في احتمال الهزيمة، ما في احتمال الانكسار. كم هو جميل تعبير الشاعر عمر الفراء حينما يعبر عن أبناء حزب الله: وكان الله قائدهم. الله لما يقود الإنسان بعد هو الهدى، هو النور، هو الضياء. فبعد الإنسان ليش يسأل وين رايح؟ ليش وين رايح؟ ليش وين رايح؟ ما يحتاج. ولا أقول لما وكيف، وما بال ولي الأمر لا يظهر، وقد امتلأت الأرض من الجور، وأفوض أموري كلها إليك يا ربي. هذا هو التسليم الذي هو الدين الذي يأتي به الحجة من أجل أن يكون مهيمنا على كل الأديان. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والإسلام هو التسليم. إذن حينما نعي الإسلام، حينما نتواصل مع الحجة، فصلتنا وحبلنا الذي يربط بيننا وبينه هو تسليمنا لولي الأمر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللهم وفقنا لمراضيك، وجنبنا معاصيك، وافعل بنا ما أنت أهله، ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أعنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وعجل الفرج وسهل المخرج لوليك القائم المهدي، واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه ومن مقوي دولته وسلطانه. اللهم ولا تحرمنا في الدنيا صحبته ورضاه، وارزقنا في الآخرة شفاعته، واحشرنا في زمرته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الآن فقط سحوبات السلم. رقم 47. صلوا على محمد وآل محمد. ثمانية وخمسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رقم 32. صلوا على محمد وآل محمد. رقم 29. اللهم صل على محمد وآل محمد. رقم 2. اللهم
صل على محمد وآل محمد. 75 75 رقم 50 رقم 50 صلوا على محمد وآل محمد. أحسنت سيدنا، جزاك الله خير على ما قدمته من حديث عن الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. يقول الإمام الباقر عليه السلام: لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لساخت بأهلها وماجت كما يموج البحر بأهله. وعن أمير المؤمنين عليه السلام، هذا حديثين يدلون دلالة واضحة على وجود الإمام صاحب العصر والزمان. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: لا تخلو الأرض من قائم، ولا تخلو الأرض من قائم بحجة، إما ظاهرا مشهور أو خائفا مغمور. وأيضا: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وهذا الحديث موجود عند مختلف الفرق الإسلامية، ولو اختلف اللفظ ولكن المضمون واحد: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. السؤال هو الآن إلى غير أتباع مدرسة أهل البيت: من هو إمام الزمان؟ وهذا الحديث موجود عندكم. من هو إمام الزمان؟ أرادوا يطلعون مخرج، يطلعون يعني، وهذا المخرج أوقعهم في إشكاليات كبرى. قالوا أن الرئيس أو أن الملك، ملك الدولة أو رئيس الدولة، يكون هو ولي الأمر. ندخل في إشكالية كبرى. السؤال الآن: المسلم في أمريكا من يكون ولي أمره؟ هل يكون باراك أوباما؟ السؤال: من يكون ولي أمره؟ إذن انتهت هذه الإشكالية. فعليهم أن يعرفوا إمام زمانه، لأن بنص هذا الحديث: حتى لا يموتوا ميتة جاهلية. لكن مدرسة أهل البيت عليهم السلام، مدرسة أهل البيت، نسأل الآن، ناخذ شيء واضح، ناخذ شيء حي. سيد حسين، من هو إمام زمانه؟ إمام صاحب الزمان. من هو إمام زمانه؟ إمام المهدي. من هو إمام زمانه؟ إمام المهدي. أخذنا ثلاث عينات، صغير كبير، قال إمام زمانه هو الإمام المهدي. فلو ذهبتم إلى ولو سألتم أي شيعي، سواء كان كبيرا صغيرا شابا أو شابة، امرأة أو رجل، بحريني سعودي قطري أمريكي إيراني، سألته من هو إمام زمانك، سوف يجيبك أن إمام زماني هو المهدي ابن النبي محمد. فلنشترك في هذه الفقرة: اللهم والي من والى وعادي وانصر من نصر واخذل. اللهم والي وعادي وانصر من نصر واخذل من خذل
وقبل الانتقال إلى الفقرة القادمة لابد أن نقف في هذا الاحتفال ونتذكر الشهيد العلامة الشيخ حسن شحاتة رضوان الله تعالى عليه، ونضيف أبياتا شعرية: ظنوا بقتلك أنهم قد أخمدوا روح التشيع يا محب الآل، بل أفصحوا عن حقدهم وتراثهم بشنيع قول أو سفيه فعال، وأراك تسمو داعيا بدم الهدى، وأراهم في خيبة ووبال، سيرون قتلك صار أفصح دعوة لتشيع يأتيك ما الزلزال، وترون مصر تشيعت وتبصرت، أما التفرع آخذ بزوالي، وتعود يا سلف ابن هند خاسئا مترنحا في ذلة ونكالي. وأتذكر أن سماحة الشيخ كان يدخل البالتوك بيوزر المنتظر ولهلا واستشهد وهو يحيي احتفال الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أما الآن مع ثاني فقرات هذا الحفل وكلمة عن أداء مأتم المرخ يلقيها رئيس اللجنة الإعلامية السيد جابر سيد عدنان، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أهنئكم أخواني بمولد الإمام الحجة عجل الله فرجه، ونسأل الله أن يعيدنا على مثل هذه المناسبات في خير وعافية. لدي بعض النقاط المختصرة التي تود إدارة المأتم توضيحها للأهالي الكرام. أولا فيما يتعلق بتطورات مأتم النساء، فإن إدارة المأتم تقوم حاليا بالترتيب لإجراء انتخابات لمأتم النساء في الفترة المقبلة، وهي تقوم الآن بدراسة هذا الأمر على كافة الأصعدة، وستعمل الإدارة على تهيئة الظروف ومساعدة نساء القرية للانتقال إلى النظام المؤسسي الإداري عن طريق الانتخاب المباشر من قبل الجمعية العمومية للنساء، وهي تقوم بتنظيم ذلك الآن. نقطة أخرى فيما يتعلق بتطورات مأتم النساء، فإن إدارة المأتم تسعى خلال الفترة المقبلة وخصوصا في فترة جهوزية مأتم النساء عندما يجهز مأتم النساء، تسعى إلى انتهاج نهج جديد في توزيع الوجبات الخاصة بالنساء، وهي إعطاء النقطة هي إعطاء مأتم النساء الوجبة لتوزع على النساء أنفسهم، يعني بدل ما توزع هنا توزع في مأتم النساء أنفسهم بعد الإحياء الفعالية أو المناسبة. ومن يريد من أصحاب المياقيت تخفيف المصروف عليه أن ينهج نفس الطريقة. هذا فيما يتعلق بمأتم النساء. نقطة أخرى تود إدارة المأتم التأكيد عليها، وهي أنها تستقبل انتقادات الأهالي البناء بكل رحابة صدر، وأنها لا تألو جهدا في النظر فيها والسعي لتطبيقها. ومن الانتقادات التي وصلتها مؤخرا رسالتين مكتوبتين تشير إلى بعض الملاحظات، والرسالة الأولى كانت من السيد هارس السيد إبراهيم جزاه الله خيرا، والرسالة هي مكتوبة تتكون من 8 صفحات يشير فيها إلى بعض الملاحظات فيما يتعلق بالقصائد الحسينية في موكب العزاء والسبل المتبعة لتطوير الموكب. والرسالة الثانية من أخيه السيد عقيل أيضا السيد شبار يشير فيها إلى بعض الملاحظات المأتم، ونحن نشكر أصحاب هاتين الرسالتين للأسلوب المتبع فيها لتوصيل الانتقاد، وندعو الأهالي بالحد وحدوهم في التواصل مع الإدارة بشكل مباشر، ويمكن ذلك من خلال إرسال رسائلهم وانتقاداتهم واقتراحاتهم وملاحظاتهم من خلال الرسائل المكتوبة كما فعل الإخوان، أو من خلال
التواصل الإلكتروني بإرسال رسائل إلى رقم اللجنة الإعلامية على الواتساب. هذا ما لدي، ونبارك لكم مجددا ونسأل الله أن يعيدنا على مثل هذه الليالي في خير وعافية. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. أحسنت سيد جابر، جزاك الله خير. نواصل الآن، الآن فقرة صحوبات. تفضل سماحة السيد. هناك جائزة ملفتة، هناك جائزة حمراء تختلف عن الجوائز الأخرى، وهي كما وصلني أنها هدية من السيد جعفر السيد موسى إلى السيد علي السيد أحمد. وقصة هذه الهدية أن السيد علي أجاب على إجابة وضعها السيد جعفر في جروب من جروبات القرية. تفضل السيد، صلوا على محمد وآل محمد. صراحة رقم 30. صلوا على محمد وآل محمد. رقم 16. رقم 25. اللهم صل على محمد وآل محمد. رقم 97. الجدير بالذكر أن هذه الجوائز برعاية عضو المجلس البلدي عبد الغني عبد العزيز. رقم 91. اللهم صل على محمد وآل محمد. 91 في رقم 46. اللهم صل على محمد وآل محمد. رقم 60. رقم 23. 23. صلوا على محمد وآل محمد. رقم 3. رقم 3. 55. ما خلي يجي 3. 55. صلوا على محمد وآل محمد. خمسة وخمسين فيه. رقم 19. رقم 19. رقم 18. رقم 18. 18 موجود. رقم 87. 87. حاول نخلص. رقم 7. رقم 7. صلوا على محمد وآل محمد. رقم 99. 99. العيد، صلوا على محمد وآل محمد. رقم 36. 36. رقم 49. رقم 27. 27.
رقم 100 آخر رقم، رقم 100 آخر رقم اللي توزعه يعني، رقم 100، رقم 70. اللهم صل على محمد وآل بس خلص تاكم خلص. اللهم صل على محمد وآل محمد. تكلمت في الفقرة الأولى قبل القدوم، قبل أن يتكلم سماحة الشيخ، بالمنتظرين للإمام والانتظار الإيجابي والانتظار السلبي. الآن ما هو أو كيف أكون منتظر للإمام عجل الله تعالى فرجه، أو إعداد المنتظرين؟ هذه مراتب عالية نسأل الله أن نتوفق للوصول إليها، لا ندعي أننا وصلنا إليها، ولكن نسأل الله أن نتوفق للوصول إليها. راح أجيبها سريعا إن شاء الله. أولا الإخلاص لله تعالى. يتحدث الإمام الجواد عليه السلام عن الإخلاص كصفة أساسية للمنتظرين، فيقول: ينتظر خروجه المخلصون. ثانيا القوة، ولعل الأساس فيها هو قوة القلب التي تنتج الثبات أمام كل الابتلاءات. ثالثا رجاء الشهادة. إذا وصف الإمام الصادق عليه السلام السائرين في مسيرة الانتظار بقوله: يدعون بالشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله. رابعا، وهذه الفقرة سوف أقف لبعض دقائق فيها، وهي إطاعة ولي الأمر في غيبته. هل نحن نعشق الإمام عجل الله تعالى فرجه؟ يقول السيد عبد الحسين دستغيب، هذا العالم الكبير رضوان الله تعالى عليه، يقول: من لم يعشق الخميني لا يمكنه أن يعشق المهدي. يقول معنه في الكلمات، يقول السيد عبد الحسين دستغيب عالم جليل: من لم يعشق الخميني لا يمكنه أن يعشق المهدي. الآن رحل السيد الإمام، هل انقطعت المسيرة؟ هل توقف هذا النهج؟ أم أن هناك امتداد لهذا الفكر وهذا النهج؟ يقول المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمود الهاشم الشاهرودي، السيد القائد آية الله العظمى السيد علي الخامنائي دام ظله، هو بحق امتداد للإمام الراحل في وعيه للإسلام وفي تشخيصه لمصالح الإسلام الكبرى وفي علمه وتقواه وفي مقدرته الحكيمة على الإدارة الناجحة. فإذا الامتداد الطبيعي للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وسماحة الإمام الخامنائي دام ظله. فإذا الإمام الخامنائي هو الولي الفقيه الذي تنطبق عليه هذه الصفات، بل هو نعمة أنعم الله علينا بها، كما كان يعبر الإمام الخميني وقال عن هذه الشخصية: إذا كنتم تظنون أنكم تستطيعون أن تجدوا في كل العالم شخصا مثل السيد الخامنئي الملتزم بالإسلام والخادم الذي جبل على خدمة هذا الشعب فلن تجدوا، إنني أعرفه منذ سنوات طويلة أنعمها الله علينا. ويقول درع المجاهدين السيد حسن نصر الله في هذا المجال، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يقيم في هذا العصر على يدي الإمام الخميني قدس سره دولة لآل محمد، وهذه الدولة تزداد يوما بعد يوم عزة وقوة ومنعة. ثم توفي الإمام وأصبح عندنا ولي أمر جديد، وبتشخيص الإمام وتسميته فالذي نوه باسم السيد الخامنئي هو الإمام الخميني قدس سره، وتم اختيار السيد القائد وليا للأمر. ويضيف السيد: أيها الإخوة والأخوات،
نحن وجميع المسلمين في العالم لدينا ولي أمر، فإذا كانت أغلبية المسلمين لا يريدون أن يطيعوه فهذه مشكلتهم. وقبل الكثير لم يطيعوا النبي ولا الإمام المعصوم، ولكن هذا لا يعني أن الإمام ليس إماما والنبي ليس نبيا. نحن لدينا ولي أمر وهو نائب الإمام المهدي وأوجب علينا طاعته، ونحن خبرنا هذا الولي والقائد في طهارته وصفائه وورعه، وفي الوقت نفسه في شجاعته وقوته وحكمته وتدبيره ووعيه. ويضيف أيضا السيد، تمعنوا في هذه الكلمة، يضيف: إذا أردنا الآخرة فآخرتنا مع ولي أمرنا نائب الحجة عجل الله تعالى فرجه. وأزيدكم: إذا أردنا عز الدنيا وشرفها وكرامتها فلن ننالها إلا مع ولي الأمر. حتى هذه المقاومة الكبيرة التي نعتني بها والتي هي الشيء الوحيد في هذا العالم العربي الذي نرفع رأسنا به ونعتز به وبوجوده، لولا رجل اسمه روح الله الموسوي الخميني لما كان لها وجود في لبنان، وبعده لولا رجل اسمه علي الحسيني الخامنئي لما استمرت المقاومة. الآن خلاصة هذا الكلام، الزبدة من كل هذا الكلام: فالمنتظرون للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف حقا هم السائرون في خط ولايته المتمثل بولاية ولي الأمر الذي دعانا هو عجل الله تعالى فرجه إلى طاعته بقوله: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. أما الآن فمع الفقرة الأخيرة، الفقرة التي تجعل البسمة ترتسم على الوجوه، الفقرة التي ينتظرها الشباب والكبار والصغار، فقرة أهازيج الفرح فيها ترفرف أعلام، وليها حفلنا ينتظر مداحة بمسك الختام، لمن يطل على الحفل يصدح قوافي للإمام، وياه يتفاعل من حضر بهالحفل كلهم هيام، كلهم اجوا يرددوا انشودة الحب للكرام، كلمات تصدح بالنغم يا حلوها من أنغام، حسين إسلام يطل اعلينا محفوف بسلام، صوت الصلاة تعلى النبي وآل النبي خير الأنام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أبارك لكم أيها الأحبة هذه الذكرى العطرة، ذكرى ولادة منقذ البشرية الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا الله من أنصاره وأعوانه إن شاء الله، وفرج عنا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مستمعين النظام، أنا قاعد باسخن الأصوات بس، إذا ما ارتحت سوي صلوات نقفل الماتم. يا مستمعين النظام، يقولون في عشاء بعد، نتعشى قبل لا نمشي حق لا يخسرون. صلوا على البدر التمام محمد. لما أراد الله تعالى إيجاد النور الساطع والبدر اللامع حجة الله على العالمين المنتظر القائم مهدي أمة محمد بعث الله تعالى ملكا من السماء فأخذ ماء من تحت العرش وأمره أن يدفعها إلى الإمام الحسن العسكري فتناولها وشربها فحملت نرجس من تلك الشربة بصاحب العصر والزمان. يا مستمعين النظام، صلوا على البدر التمام محمد. وكان يسمع الكلام في بطن أمه ورأت نرجس في منامها أن رجلا يبشرها بحملها به ويقول لها هنيئا لك يا نرجس بهذا المولود المبارك، ثم قال لها حملت بغلام حليما طهر طاهرا مطهر وهو أشبه الناس بالنبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكان يؤنسها في وحدتها، وكلما مر يوم عليها تجد خفة في بدنها واتساعا في جنبها، وتقول حكيمة كنت جالسة في تلك الليلة في دار الإمام العسكري وعند الفجر وعند ساعة الولادة رأيت الأنوار تتساطع من كل مكان ونظرت وإذا بنرجس قد وضعت صاحب العصر والزمان. صاحب العصر والزمان، وصاحب العصر والزمان، صاحب العصر والزمان، صلوات صلوات على محمد وعلي. يلا الأصوات الأصوات. اي صلوات صلوات على محمد وعلي. اي نبينا محمد صلوا عليه وعلى علي. اي والزهرة البتولة هي ملاذي واملي. والحسن والحسين ريحانة الهادي النبي. اي والسجاد والباقر والصادق اصل المذهبي. اي والكاظم ثم الرضا ثم جواد المللي. صلوات صلوات على محمد وعلي. صلوات صلوات على محمد وعلي.
أي والحسن العسكري والقائم المؤملي بذكرهم جميعا كل البلاء ينجلي. أي صلوات صلوات على محمد وعلي. يا مولاي الظلم كم جار وعده. يا مولاي الظلم كم جار وعده. علينا تكالبت حساد وعده وصرنا نصيح يمت المهدي. وعده ويمت بطلته تحظى البرية. صلوات يا مولاي يا مولاي انت غايتنا وملنا. يا مولاي يا مولاي وعن دربك ابد ما زلنا وملنا. وكل عزوتنا يا مهدي وملنا فدا العينك يا بن حامي الحمية. إلك يا ابن الحسن حبي أودي ونصرك منيتي سعدي ودي. سلام من القلب يا ربي ودي لعين ابن الحسن باقي البقية. ضيعتهم شوي بس أعدلهم وارجع عليكم. صلوا على محمد وآل محمد. يا فرحة وعد مكتوب بالقرآن يرث هذه الأرض مهدينا. يرث هذه الأرض مهدينا عالي الشان يقيم الحق أبو صالح عدل وحسان. على قولة العراقيين ها خوتها ها خوتها وإحنا وياه نشيل الراية. بس هذا مو صوت العراقيين. وإحنا وياه نشيل الراية. اي وإحنا وياه نشيل الراية حبيبي وأغلى من عيني. إمامي الصار أمل للعالم وينتظره الأخيار. نعيش بظل وجوده وندعي يا جبار. ها خوتها ها خوتها عجل يا ربنا الوالينا. عجل اي عجل يا ربنا الوالينا. اي عجل يا ربنا الوالينا. عشقي فاض ما اقدر اضمنه. مجنون بعشق مولاي واتهنى.
متى أحضب لقاء الحق وشوف أنها أخوتها أخوتها واشهر سيفي ويا المهدي واشهر اي واشهر سيفي ويا المهدي اي واشهر سيفي ويا المهدي واشهر سيفي ويا المهدي هنو هنو بالولادة الطاهرة الزهرة هذا اليوم مولد خاتم العترة مولد منتظرنا وياها لبفجرة هاخوتها هاخوتها هنو المختار بمولوده اي هنو المختار بمولوده هنو المختار بمولوده هاي دافي في صغار هني وينهم انا اصغر واحد ها قرقعهم ناس فحلاوة على النبي صلاوة ناس فحلاوة على أعطونا من مالكم الله يخلي عيالكم أعطونا من إيه ناس فحلاوة على إيه خلي يعاتب من يعاتب وش يهمك منا وش يهمك خلي يعاتب من يعاتب وش يهمك منا وش يهم القهر ياكل في قلبه وقلبك اللي يتهنى قلبك قل لها الليلة نفرح كلنا شيعة وسنة كلنا شيعة قل لها الليلة نفرح كلنا شيعة وسنة كلنا شيعة واللي ما يعرف قدرها ما يشم الجنة ما يشم اي واللي ما يعرف قدرها ما يشم الجنة ما اي حر لك يا الناصبين افرح بآل النبي حر لك يا الناصبين افرح اي ناس فحلاوة على النبي صلاوة ناس فحلاوة أعطونا من مالكم الله يخلي أبو زينب أعطونا من مالكم إي ناس فحلاوة هذا نص شعبان يريدك تفرح بأعياده تفرح كل سنة والمهدي شوقك ناصف بميلاده ناصف ليلة رغم الحر سعدها يمطر ويتهاده يمطر والخلايق فيها صارت على الحفل معتاده على الحفل حر لك يا الناصبين افرح بآل النبي حر لك يا الناصبين افرح بآل النبي ناصفة حلاوة ناصفة حلاوة اعطونا من مالكم الله يخلي اعطونا من شكلكم تعبتون ناس فاحل اي كذي عدل احمد الله ان شيعي موالي احمد الله ان كوكتيل قاعد انوع مني ومنك شرق وغرب
أحمد الله النشيعي واللي ينسى أوله ما لتالي أحمد الله آل النبي أولي وختامي هم مذهبي سادتي وغرامي وكل الشرف أبقى على الولاية واللي يعترض يخسر احترامي واللي يعترض يخسر آل النبي فدوى عمري لهم الله الأمر هذا مو كلامي لو تهمتي بالمحبة كافر دوم افتخر والله باتهامي دوم افتخر هذا طبعي بالعتب ما أبالي أحمد الله باكر أشعر بالقيامة بدلالي أحمد الله طول السنة أحيي هالمحافل وبلا تعب أستمر وواصل كل ما يمر مولد بحياتي دعتي الخبر بالسعادة عاجل دعتي الخبر شعبان أحب مقدمه وحبه والما يحب هذا قلبه جاهل والي النبي قمة المحبة والما رضى هالمحبة سافل والما رضى هالمحبة منهم اكسب كل جمالي وكمالي احمد الله منهم اكسب كل جمالي وكمالي احمد الله طبعي المحب يفتخر في ذاته وعناده من معدنا وسماته مهما العتب زاد وما تناها ما ينكسر شوقه في حياته ما ينكسر شوقه وانا المحب للنبي وبنيه وتكفيني بس والله معجزاته لو حب علي ميزة الروافض حتى النبي رافض بصفاته حتى النبي رافض بالنبي وحدر شعوري لالي أحمد الله بالنبي وحدر شعوري لالي أحمد الله صلوات على محمد وآل محمد ثانية بارك الله فيكم والشعب ثالثة لتعجيل الفرج عندي وقت لو أروح ها؟ أخذ راحتي لو على الجماعة أقفي خمس دقائق لون قفل يلا تصويت احنا ديمقراطيين مو ديمقراطيه سيد حبيب وش يقول بيتعشون للعشاء الظاهر للعشاء الظاهر جواد يبين عليكم اصوات بطونكم ازي من اصوات يلا التكفيله ناخذها ينصرنا على عدوان مهدينا مهدينا قائدنا والربان مهدينا ينصرنا على عدوان مهدينا مهدينا قائدنا والربان مهدينا والبهجة العظيمة يوم يظهر والبهجة العظيمة بعد مرة والبهجة العظيمة
إلا حوض الجاف لجو صرخاتي هلا لا حوض بتروحوا لو بتروحوا نصل لهم سلام بس بلسانهم لحوض الجاف لجو صرخاتي لك المركز على صيحاتي أخي المسجون أبد لتحاتي قريب يلوح فرجنا الآتي أموت بحبك هلا أموت بحبك وظل بدربك ولو قتلوني فدا لك روحي تداوي جروحي قلبة ويا نسيتون حتى اللحن قلبة وياك المسجون مهدينا خفت حبسوني طلعتي قلبي وياك المسجون مهدينا مهدينا ولا الفرج مضمون مهدينا وقلبه وياك المسجون مهدينا مهدينا ولا الفرج مضمون مهدينا والبهجة العظيمة يوم يظهر والبهجة العظيمة والبهجة العظيمة يا مهدينا أملنا نحبك هلا ومانينا نعيش بقلبك ورغم عداك نسير بدربك من البحرين يريدك شعبك يجرحونا ونشوفه لازم وإذا يعطش يشوفك زمزم كتبنا اسمك يا مهدي بالدم عليك نموت ولا نتندم يا مهدي وينك صبرنا لعينك يا مهدي وينك صبرنا لعينك تذوب المهجة في ذاك الحجة ونضحي بدمنا ورضاك يهمنا ورضاك يهمنا يثأر لك المظلوم مهدينا مهدينا ويواسك المحروم مهدينا يثأر لك المظلوم مهدينا مهدينا ويواسك المحروم مهدينا والبهجة العظيمة يوم يظهر والبهجة العظيمة بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب فهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يسترابوا السلام عليكم تفضل بس ابو ناصر حاج عبد الرحيم تفضل تفضل حاج عبد الرحيم سيد حسن قبل الختام أيضا هناك تكريم لسيد حسن سيد مرتضى تكريم من سيد حسن سيد مرتضى المقدم تفضل الحاج عبد الرحمن
إعلان أخير ليلة غد أمسية شعرية الساعة 8 في المأتم بمشاركة الشاعر عبد الله القرمزي وغازي العابد وشعراء آخرين. تذكير ببرنامج ليلة غد يا جماعة أمسية شعرية بمشاركة الشاعر عبد الله القرمزي وغازي العابد وشعراء آخرين، الله يعودكم إن شاء الله.